السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم معنا في حلقة الليلة من برنامج ملفات، فيها نتابع كل ما يجري على الساحة المصرية وكل ما يتعلق بالمشهد الداخلي. مشهدنا مليء بالإنجازات التي يواصل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة التنمية والبناء من أجل غد مشرق لكل المصريين. مسيرة الإنجاز متواصلة، أحدثها افتتاح الرئيس لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد، والذي يأتي من بين المشروعات الضخمة التي حرص الرئيس السيسي منذ توليه للسلطة على إقامتها لتحقيق التنمية المتوازنة وتوفير متطلبات الحياة اليومية للمواطنين. للحديث عن الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد وهي خطوة نحو الاكتفاء الذاتي، معنا في الاستوديو الدكتور عبد الحكيم إبراهيم، الأستاذ المساعد ومدير وحدة بحوث الأسماك بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، ومعنا أيضا دكتور محمد بكير أستاذ الاستزراع السمكي بمعهد البحوث الزراعية. ولكن بنرحب طبعا بالضيوف أولا، لكن نبدأ بهذا التقرير الذي أعدته الزميلة منال جاهين، ثم نعود في هذه الحلقة من برنامج ملفات. مشروع الاستزراع السمكي الذي شهدته محافظة بورسعيد إنجاز جديد في مجال الأمن الغذائي، ويحمل بشائر الخير للشعب المصري، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعد المشروع الذي يتبعه هيئة قناة السويس أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر، وهو أحد أهم مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء، كما أنه خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك. ورغم أن الثروة السمكية في جمهورية مصر العربية تمثل قطاعا مهما في الاقتصاد القومي، إلا أن معدل الانتاج السمكي في مصر يعاني نقصا حادا ولا يعبر عما تمتلكه مصر من بحيرات وبحار ونهر النيل ومزارع سمكية. وقد شهدت مصر خلال العقدين الماضيين اهتماما كبيرا من استزراع أسماك المياه العذبة، وحان دور الاستزراع البحري ليحظى بالاهتمام. فتم التخطيط وإنجاز المشروع الذي يعتبر الأكبر في تاريخ مصر بين المشروعات القومية، ويهدف المشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء والقضاء على الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتحقيق المعادلة بعدم اللجوء إلى الاستيراد بل للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني، هذا إلى جانب توفيره آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في المهن والتخصصات كافة في هذا المجال. تشمل مشروعات الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد 5906 أحواض استزراع سمكي على مساحة 203 أفدنة تنفذ على مرحلتين، ويضم المشروع مصانع لفرز وتصنيع وتعبئة وتغليف وتجميد الأسماك بطاقة من 8 إلى 10 آلاف طن تتم على مرحلتين، كما يضم منطقة إدارية وسكنية للعاملين بالإضافة إلى وحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث تعمل كلها وفق أعلى نظم التكنولوجيا. وفي ظل إيمان الحكومة المصرية أن تنمية سيناء ومدن القناة تعد أكبر ضامن لحماية حدود مصر الشرقية، كما أنها تتميز بموقع استراتيجي يجعلها مؤهلة لتكون بوابة مصر نحو مستقبل مشرق، وهو ما يشجع عملية التنمية والاستثمار فيها، وهو ما دفع القيادة السياسية بالعمل على تنمية أراضي سيناء وتوفير كافة الخدمات لها. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج ملفات ومناقشة لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، وأيضا فيما يتعلق بالاستزراع السمكي في مصر بشكل عام، مع ضيفينا الكرام دكتور محمد بكير أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية، ودكتور عبد الحكيم إبراهيم الأستاذ المساعد ومدير وحدة بحوث الأسماك بكلية الطب البيطري. البداية مع دكتور بكير، يعني في تقديرك ما هي أهمية افتتاح السيد رئيس الجمهورية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد من ناحية الأهمية وأيضا العوائد فيما يتعلق بالأمن الغذائي المصري؟ بقول لحضرتك الحقيقة، ملاحة بور فؤاد دي اللي هي دلوقتي مشروع الفيروز، الملاحة دي حوالي كانت 21,000 فدان، وما كانتش بتجيب سمك خالص، كانت 50 طن أو 100 طن في العشر سنين اللي فاتت قبل التطوير وقبل دخول عملية المشروع القومي بتاع تطوير البحيرات. النهاردة اتقسمت، يعني هي بالمواجهة مع البحر المتوسط، ملاحة بور فؤاد دي حوالي أكتر من 15 كيلو متر بمواجهة البحر، فتساب 100 كيلو ونص، وبعد كده اتعمل بحيرة للصيد الحر،
وبعدين اتعمل الاحواض السمكيه اللي احنا بنتكلم عليها. كل ده اسمه مشروع الفيروز. كلها دلوقتي اتوسعت من 21000 طن ل 26 من 21000 فدان ل 26000 فدان. الجزء الاولاني بتاع البحيره ده 10000 فدان متقسم لبحيرتين صيد حر، يعني مراكب اليه او مراكب شراعيه. الجزء الثاني احواض. الاحواض السمك دي هتجيب 13000 طن، شوف من 100 طن من 100 طن ل 13000 طن. تمام. اتفتحت المرحله الاولى اللي فتحها الرئيس ربنا يخليه لنا امبارح واول امبارح. السمك ده زي ما انا قلت لحضرتك بين قبل الفقره، ان السمك ده حاجه كبيره قوي، يعني بيشكل تقريبا 10% من الدخل القومي الزراعي، يعني الانتاج النباتي الاول وبعدين الانتاج الحيواني وبعدين الانتاج السمكي. دي الاهميه بتاعته. الصراع السمك بيشكل حوالي 85 اكتر من 80%، يعني من 80 ل 85% من اجمالي الانتاج السمكي من المصادر المختلفه. عندنا مصادر مختلفه اللي هي الصيد والاستزراع السمكي. الاستزراع لوحده فوق 80% نسبته. الثاني الصيد 20% مع تطوير البحيرات دي وتغييرها تغيير شامل بالشكل اللي احنا بنشوفه ده، ان شاء الله الصيد هيوصل ل 30%. ده في استراتيجية 2030 اللي موجودة خاصة بالثروة السمكية إن شاء الله. طب دكتور عبد الحكيم، يعني هناك في موازنة ما بين الصيد والاستزراع، يعني هناك بعض الدول بتمتلك أساطيل بتجوب المحيطات وبتجوب البحار وبتبدأ في الصيد، وده شيء مجدي. دول كبيرة جدا زي اليابان وغيرها من الدول والصين لديها. ما الذي يجعل الاستزراع السمكي من الناحية الاقتصادية أفضل من مسألة الصيد؟ هو خليني ابدا مسالتك الاول. الانتاج بتاع مصر سنويا احنا بننتج 1,900,000 طن. احنا مصر في المركز المرتبه بتتارجح من 6 ل 9 عالميا في الانتاج بتاع الانتاج السمكي بتاعنا. احنا في البلطي احنا رقم 3 على العالم في الانتاج السمكي، احنا مصر رقم 3 على العالم في انتاج البلطي. تمام. طيب دي كانتاج، زي ما اتفضل دكتورنا الاستاذ دكتور بكيه وقال حضرتك ان احنا عندنا تقريبا 85-80% الزراع سمكي و25 30% او من 20-25% صيد. مصر اصلا تقريبا كنا بدون اسطول، لسه بدايه ان احنا نعمل اسطول مع بدايه اهتمام الرئيس بالمجال ده، ولسه امبارح الرئيس بادئ يعمل السفن بتاعه الصيد. احنا لسه هنبدا في موضوع الصيد. طيب ليه سعادتك مهتم قلنا ان الزراع السمكي يعتبر في مرحله جايه ومش في مصر بس، في كل انحاء العالم اهم من الصيد؟ ليه سعادتك دي حاجه كنترولبل، يعني حاجه يمكن مانج تقدر تتحكم فيها. حضرتك عندك مزرعه موجوده في مكان معين، بتحط زريعه في مكان معين، بتحط علف بكميه معينه، بتصطاد في توقيت معين باسلوب معين وبكميات معينه، فكل حاجه سعادتك اندر كنترول، كل حاجه تحت تحكم حضرتك. فدي طبعا عنصر مهم جدا جدا جدا، وده طبيعي ومنطقي. حضرتك مش هينفع ان انا اربي فراخ اصطاد فراخ طول عمري، لازم انا اربي فراخ في مزارع، ومش هينفع ان انا اعتمد على الابقار اللي في الغابات، لازم اعمل مزارع، ان المزارع هي حضرتك هي الاساس. وبالفعل تمام. طيب يا دكتور بكير، زي ما دكتور عبد الحكيم قال، يعني مصر رقم 3 فيما يتعلق بالبلطي، يعني يمكن سمكه البلطي سمكه مميزه جدا، وحتى ناس بتشبهها بالفراخ يعني. فعايزين حضرتك تعرف المشاهدين عن القيمه الغذائيه لسمك البلطي، وليه بالذات التوسع في انتاج البلطي. فعلا الحقيقه احنا ثالث دوله في مستوى العالم في انتاج اسماك البلطي، بعد مين؟ بعد الصين واندونيسيا، ودول دول كبيره. ده الصين بتطلع نسبه ضخمه جدا من الاسماك. تمام. سمكة البلطي بتاعتنا السمكة الفرعونية، السمكة اللي هي في خلال 5 اشهر و6 اشهر بنطلعها بعلف 8000 جنيه الطن. الاسماك البحرية بقى ضعف السعر ده، 16000 جنيه الطن. وبعدين بدل ما بتزرع في 5 اشهر بتزرع في 18 شهر، يعني سنة ونص، واخد بال حضرتك؟ مع الفرق في السعر، يعني سعر الاسماك البحرية ثلاث اضعاف سعر، بس هنا في مشقه كبيره قوي. واحنا يا دوبك في الاستراتيجيه بتاعه 2030 اول بند فيها بيتكلم على الاستزراع البحري، استزراع الاسماك البحريه اللي هي مش البلطي. تمام. استزراع الاسماك البحريه هو الحل والامل في مضاعفه انتاج السمك في فتره قصيره. طبعا احنا عندنا تجربه ناجحه جدا في استزراع اسماك البلطي، عشان كده طلعنا نمره 2 أو 3 على مستوى العالم زي ما قلت لحضرتك، بعد الصين وبعد اندونيسيا. الحقيقه سمكه البلطي يعني هي سمكه استزراع بالصفه الاساسيه، وليها اهميه اقتصاديه كبيره جدا، لانها
سعرها منخفض ومناسب جدا للطبقات الوسطى والطبقات الفقيرة عندنا في مصر. يعني تشيك كيلو السعر البلطي ب 25 جنيه طبعا، الثاني بيعدي 100 جنيه وهكذا. فده مدينا مديها الميزة النسبية عن الأسماك الأخرى، فسمكة ذات أهمية اقتصادية كبيرة. تمام، لكن من الناحية العلمية يعني هل استزراعها أسهل كثيرا من أسهل كثير وأقل تكلفة؟ احنا تقريبا 90% وأكثر من 90% من أسماكنا أسماك بلطي. تمام. طب دكتور عبد الحكيم، ناس فيما مضى يعني تحدثت عن تكنولوجيات فيما يتعلق بإنتاج الأسماك وأقفاص على النيل وأقفاص أيضا على الشواطئ. مصر طبعا عندها شواطئ كثيرة جدا، يعني عايزين بس نعرف. كلمت في جزئية مهمة جدا. تمام. جدا جدا. تمام. خلينا نقول لحضرتك ان في التسعينات وفي الثمانينات كان الاستزراع بطريقة تقليدية جدا، مجرد ساعتها بتجيب الزريعة وبتحطها في الحوض اللي هو الترابي وبترميها وبتديها شوية حاجات بدائية جدا، ممكن شوية رجيع كون، شوية حاجات، لكن ما كانش بتدي علف بالطريقه المضبوطه بيلتس بالظبط. كان نادرا لما تلاقي حد من المزارعين بيقيس اكسجين او بيقيس بي اتش او حموضه او وهكذا. فمع التطور بتاع التكنولوجيا وبدا المزارع نفسه يشوف النزول بتاعه المزارع، الشركات اللي بتاعه المزارع اللي معاها معدات واللي معاها اضافات اعلاف واللي معاها انتبيوتكس، وبقى في مصانع، مش مصنع واحد، عده مصانع من الاعلاف بتدي اعلاف على اعلى مستوى، بدا المزارع يبقى قلبه يجمد ويبدا يزود الكثافه عنده في الحوض ويستخدم التكنولوجيا الحديثه مع ندوات التامين تتعمل في المنطقه والاهتمام بالجزئيه دي. في موضوع الاقفاص السمكيه، هو القانون المصري حتى الان ما بيسمحش بالاقفاص العايمه في النيل. دي جزئيه ان شاء الله يمكن هتتناقش قريب ان شاء الله في مجلس الشعب، ان القانون حتى الان قانون تقريبا 124/83 تقريبا ما بيسمحش بالاستزراع السمكي على النيل كاقفاص عايمه. طيب حضرتك بتشوف اقفاص عايمه موجوده في دمياط وفي رشيد، وبنلاقي كل فتره من فترات بتنزل حملات من الشرطه ومن الجيش وبتشيل الايه هذه الاقفاص. هي الحقيقه الاقفاص دي او طرق استزراع السمك بالاقفاص العايمه من الانواع الممتازه جدا 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 جدا. طب ليه احنا ما بنستخدمهاش في مصر؟ لان للاسف احنا المزارعين بيروحوا يحطوها بطرق مش مظبوطه، بيحطوها كميات كبيره قوي، واحيانا بيحطوها قبل المحطات بتاعت الايه بتاعت الميه بتاعت الشرب بتاعتنا. فدي بتعمل مشكله، ان سعادتك لما يتم تنظيم الموضوع ان شاء الله عن طريق القانون واللائحه في مجلس الشعب، ممكن احنا نعيد النقطه دي تاني ونحط تاني فصل عايمه في يعني بطول النيل. طبعا النيل تخيل سعادتك ان حضرتك عشان خاطر سلوك خاطئ من المزارعين حرمت مصر من اسوان لاسكندريه انك تحط على جنبي النيل اقفاص عايمه. فالجزئيه دي ان شاء الله ده كلام ان شاء الله يعني مؤكد باذن الله هتناقش مجلس الشعب وهيتعادل الجزئيه دي، وان شاء الله هيتسمح بالجزئيه دي. ان الناس كان زمان فاكرين ان السمك بيستهلك بياكل بيشرب الميه، فيقول لك يا عم ده الميه هتخلص انا عندي. ده السمك يا فندم سمك مستخدم للميه وليس مستهلك للميه. بمعنى ساعتك حضرتك لو حطيت طوبه في الميه، طوبه ما بتاكلش ما بتشربش ميه، فساعتك السمك عايش في الميه لكن مش هيخلص الميه. فدي كانت جزئيه قديمه طبعا بالتحديث ظبطناها، وباذن الله هيبقى الفتره الجايه هيبقى فيها عندنا اقفاص عايمه باذن الله. اتمنى يكون في نهر النيل. بس قبل ما اختم حتى الجزئيه دي، في اقفاص عايمه في مصر ولكن في البحيرات. تمام. طب دكتور بكير، حضرتك تحدثت عن الاعلاف فيما يتعلق بالاستزراع السمكي. احنا نعرف ان معظم الاعلاف فيما يتعلق بالانتاج الحيواني بتبقى مستورده او مكوناتها مستورده. تمام. فيما يتعلق بالاعلاف اللي هي متعلقه باستزراع السمكي ومصنعه، احنا عندنا فعلا زي ما قال الزميل اكثر من 40 مصنع للاعلاف، وكلها مصانع متطوره جدا، بتطلع البلت الطافي ده اللي هو بيعوم او يعني بينزل في عمود الميه ببطء شديد عشان السمك ياكله. وده دي تقنيه عاليه جدا ومفيده جدا لنا السمك وبتوفر لنا فلوس كتير. فالمصانع العلف دي الحقيقه دلوقتي المجمعات كلها المزارع الجديده فيها مصانع علف. يعني مثلا بركه غليون فيها مصنع علف فيه اربع خطوط، واحد للاسماك البحريه، واحد للاسماك العذبه، واثنين للجمبري، اعلاف جمبري متخصصه. تمام. يعني اعلاف متخصصه، وبنزرع في الاحواض الترابيه بنزرع زي ما قلت لحضرتك بالنظام الشبه المكثف. والاحواض الخرسانيه او الاحواض او الاقفاص ده نظام ثاني جديد خالص، ده مرتفع التكثيف، ده لازم بلت بس، يعني ما بيخشش معاه. في منتجات حديثه يا دكتور، يعني ناس بتتكلم مثلا عن الازوله،
كغذاء للاسماك. ما ده اللايف، يعني احنا من جزء من اللايف فود عندنا بننميه عشان اوفر الجزء من العلف عندي بحط الازولا. تمام. طيب اسمحوا لنا بس نستعرض معلومات اضافيه اعدتها الزميله شيرين عمر، جرافيك عن يتناول كافه المعلومات عن قطاع الثروه السمكيه بشكل عام، ثم نعود في هذه الحلقه من برنامج ملفات. أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج ملفات. دكتور عبد الحكيم، يعني في الفترة الماضية أثيرت شكوك يعني حوالين إنتاج الأسماك، ويعني حتى بعض الناس طعنت في مزارع الأسماك وطعنت في الاستزراع السمكي وتحدثت عن أنواع من الأغذية بتقدم للأسماك يعني ربما تكون غير مقبولة، يعني ما صحة هذا الكلام؟ خلونا سعادتك أن الكلام ده يعني عاري عن الصحة تماما، وللأسف أن احنا بنسمع الكلام ده من ناس مصريين لكن للاسف هو مش متخصصين، فانا بعذره ان هو مش فاهم هو بيشوف ايه. هو الناس بتبقى ماشيه في الشارع بيلاقي عربيه محمله سبله وداخله مزرعه سمكيه، فهو بيخيل ليه ان هو لما ان الراجل هيرمي السبله اللي هي مخلفات بتاعه الابقار او مخلفات الدواجن هيرميها للسمك والسمك هياكلها، فاذا فالسمك ده بتغذي على مواد غير نظيفه. الموضوع غير كده تماما. احنا زي ما الدكتور حبك قال احنا بنربي في مصر معظم التربيه مال تربيه شبه مكثفه. شبه مكثفه سعادتك ان انا بعتمد على ارض تحت ارض طينيه، فبحط سعادتك السبله دي على اساس ان هي تحصل لها تحلل لمواد عضويه. وبيبدا تحصل سعادتك الفوتوسينثيز او التمثيل الضوئي او البناء الضوئي باستغلال المواد العضويه دي او المواد الاوليه دي، بيتكون عندي الطحالب. بيبدا يتغذى عليها السمك او بقايا الاعلاف اللي ما اتاكلتش واللي نزلت على الفرشه بتاعه السبل. لكن السمك البلطي على فكره سمك البلطي استحاله ده هو من السمك اللفظ في حاله تحدثت عن ان السمك البلطي بيقدموا له بقايا المخلفات بتاعه الدواجن المصارين الامعاء الحاجات انا حاجه لحضرتك هو السمك البلطي ما اعتقدش عنده اسنان عشان يقدر يستفندم الجزئيه دي لا يمكن تحصل مع سمك البلطي، بس للامانه دي ممكن تحصل مع اسماك القراميط. يعني اسماك القراميط اسماك متوحشه، اسماك ليها اسنان، اسماك كارنيفوروس، اسماك قويه ممكن فعلا ان هي تاكل لو جبت لها مثلا حاجه نافقه زي المصريين بتاعه او بقايا التنظيف بتاعه الدواجن ممكن تاكلها فعلا ممكن تاكلها. لكن البلطي اطلاقا ما بيتغذاش على هذه الاشياء لانه ما عندوش اسنان اساسا. بس يا فندم انت حضرتك اكيد سافرت بره كتير وسافرت بره كتير، سعر البلطي بره غالي جدا. احنا هنا في مصر بنشتريه ب 23 جنيه و24 جنيه ويقول لك ده سمك غالي بره. فندم اسعار البلطي بره فوق ال 70 75 جنيه، بتتكلم 3 دولار ونص و4 دولار و3 يورو و4 يورو في الكيلو. هنا في مصر عندنا بس تركيه صغيره ان احنا المزرعه كيلو فيها 21 جنيه و20 جنيه و18 جنيه و19 جنيه. للاسف الوسيط في مصر فيه مشكله. ساعتك لو ساكن في اي مكان في مصر رحت تشتري كيلو سمك مشوي من عند المحل بتلاقي ب 40 جنيه سمك البلطي او ب 87 جنيه سمك البلطي، بياخدوا الدبل يعني بيضرب سمك ضعف 100% مكسب. عشان كده لو لاحظت معايا هتلاقي ان القوات المسلحه الفتره الاخيره عملت ايه؟ بقت بتنزل عربيات بتاعتها بتقف في المواقف والمحطات والاماكن المزدحمه وفي اماكن برضه راقيه برضه مش بتنزل العربيات بتاعتها عليها العلم بتاع الجيش ومعاها المنتج بتاع الجيش
السمك البلطي ب 22 جنيه 23 جنيه والجمبري وجميع الانواع باسعار بتاعه المزرعه مضاف ليها النقل بس. فاحنا عندنا مشكله بس في جشع الراجل اللي بيقدم الخدمه ما بين المزرعه والمستهلك. بالمناسبه الراجل بتاع المزرعه النهارده يعني هو مضطر من السعر ده، هو شبه اذا ما كانش بيخسر بالسعر ده، لكن اللي بياخده الفرق ده الراجل اللي في النص. تمام. طيب دكتور بكير، يعني احنا بنتحدث عن مشروعات الدولة والدولة بتقيم فيما يتعلق بالأفراد والقطاع الخاص، يعني هل له دور في هذه في هذا المجال؟ طبعا الحمد لله دلوقتي في الخمس ست سنين اللي فاتوا الدولة حط الثروة السمكية على قمة أولوياتها، وده احنا كسمكين فرحانين قوي بالموضوع ده، كنا بننادي بيه من زمان في المؤتمرات بتاعتنا، لدرجة ان في جهاز دلوقتي او مشروع جهاز او مقترح مشروع جهاز مقدم لمجلس الشعب ان يبقى في جهاز تابع لمجلس الوزراء مختص بالثروة السمكية كلها، اسمه جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، تنمية البحيرات والثروة السمكية. فالجهاز ده مباشرة لمجلس الوزراء. كان الاول في عندنا بتحصل منازعات بيننا وبين المحليات في القرارات بتاعتنا، قراراتنا كهيئة الثروة السمكية بنقول اجراءات معينه او ممارسات معينه المحليات بتعمل معانا منازعه عليها. دلوقتي لا خلاص، ده مجلس الوزراء اللي بيصدر القرار، ففي سرعه تنفيذ. لسه الكلام ده هيخش مجلس الشعب في الدوره دي ان شاء الله، والجهاز ده اللي هو مشروع مقترح ان شاء الله يتنفذ، وهي تبقى الامور كلها تحت الامبريلا بتاعت مجلس الوزراء، وده هيريحنا جامد جدا. طب فيما يتعلق باقتصاديات الاسماك، يعني من الناحيه الاقتصاديه او يعني احنا بنشوف بره في بعض الاسماك تبقى غاليه بشكل مبالغ فيه بشكل كبير جدا، زي اسماك التونه اللي احنا هنا بالنسبه لنا اسماك درجه ثانيه، بعض اسماك التونه حتى بتباع في اليابان، بعض الاسماك بتصل الى مليون دولار، يعني بيوصل بيصنع منها للسوشي. فيما يتعلق بمساله الاقتصاديات، يعني ما هو الاتجاه في تقديرك الصحيح لإنتاج، يعني اختيار نوعيات الأسماك اللي هي بتبقى لها عائد اقتصادي، وأهم حاجة طبعا التصدير للعملة الصعبة. بالضبط بالضبط. احنا من ضمن الجزء اللي بنستورد منه 300 ألف طن بنستورد مكاريل وتونة. مكاريل وتونة دي قبل تعويم العملة كان رخيص جدا، لو انت فاكر البولت كان ب 20 جنيه وده كنا بنجيبه ب 5 و 6 جنيه السمك المكاريل ده. تمام. دلوقتي المكاريل زاد عن البولت مثلا 25، المكاريل ب 36 جنيه عشان مستورد، لكن مطلوب في السوق هنا. فبيجيبوا كميات بقت اقل من الاول طبعا عشان اغلى، والاقبال عليها اقل عشان سعرها عالي، لكن ما زال البولت هو السايد في السوق المصري عشان سعره. والحته الجزئيه بقى اللي اتكلم فيها زميلنا، الحقيقه دي جزئيه سليمه جدا. النهارده بعض المزارعين متضررين جدا من التسويق، من سعر التسويق، يعني بيطلع له بيقدم له على راس الحوض ب 18 جنيه التجار، وهو يا دوبك متكلف 18، وساعات مع الممارسات الخاطئه بيتكلف اكتر من 18 جنيه. فبعض المزارعين متضررين، لكن هم كانوا بيكسبوا زمان فمستمرين، ما قدرش يطلع من النشاط ده بره على امل ان بعد كده الدنيا تتحسن. فانا برضو بتكلم كراجل عندي خبره في الموضوع ده، التعاونيات تقدر تظبط لنا موضوع التسويق ده، وبالنسبه للبيع وللتسويق منافذ التوزيع، فهتفيد المستهلك وهتفيد التاجر اللي هو متضرر النهارده من نشاط الاستزراع السمكي، عشان الناس الوسطاء دول بياخدوه ب 18 ويبيعوا ب 20، والراجل كمان بتاع التسويق المنفذ التوزيع يحط عليه 23 و24 و25. تمام. طب اسمحوا لنا، في تقرير عدوا زميلنا اسامه عبد اللطيف حول الاستزراع السمكي في مصر، ثم نعود في هذه الحلقه من برنامج ملف. بشائر الخير تسطع في سماء الإنجازات مع بداية عام جديد، وذلك بافتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة، ويأتي في مقدمتها مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في خطوة هي الأكبر من نوعها في مشروعات المزارع السمكية على مستوى الشرق الأوسط. كمية عدد المزارع في مصر كمية كبيرة جدا، احنا كل اللي همنا الاول والاخير هو التصدير، لان الفائض هيبقى كبير، فائض الانتاج هيبقى كبير، واحنا مهمنا التصدير. احنا اعتمدنا بالفعل 23 منشأة للتصدير في الاتحاد الاوروبي، واعتمدنا 8 في روسيا، وبالنسبة للمياه المالحة، بالنسبة للمياه العذبة اعتمدنا 14 منشأة.
وساري باقي اعتماد بقيه المنشات. ودي بتبقى ليها بعض الشروط والمواصفات حاطينها وزاره الزراعه متمثله في الهيئه العامه للخدمات البيطريه والهيئه الثروه السمكيه علشان المزارع تتعمل باسلوب علمي واسلوب خالي من المشاكل البكتيريه والفيروسيه وخلافه الامراض وصالحه للاستهلاك الادمي. مشروع الفيروز حوالي 16,000 فدان بيحتوي على 5906 حوض سمكي. مساحه الحوض الواحد يمكن توصل لفدان الا ربع. عندنا انتاج من الاسماك اللي بيتم استزراعها هناك. عندنا زي الاسماك الدنيس والجمبري واسماك اللوط. وهذه الانواع من الاسماك الحقيقه هي اسماك تصديريه في الاساس. المزرعه زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا هي من المزارع اللي بتعتمد على الاستزراع في مياه البحر، ودي طبعا هيساعدنا كتير جدا كدوله مصريه ان احنا نقدر ونبقى قادرين على تصدير منتجات هذه المزرعه السمكيه للخارج، وخاصه دول الاتحاد الاوروبي اللي احنا في الفتره الاخيره سياده الرئيس الحقيقه مهتم جدا بهذا المجال، وفيه اجتماعات وتوجيهات من فخامه الرئيس ومعالي الوزير سيد القصير بان احنا نهتم بالجزء الخاص والتعاون الفني في هذا المجال مع دول متقدمه في هذا المجال زي دول الافتا وخاصه دوله النرويج في الاتحاد الاوروبي. طفرة حقيقية تشهدها مشروعات المزارع السمكية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد التوسع في إقامة تلك المشروعات العملاقة وإنجازها في توقيتاتها المحددة، الأمر الذي يحد من الاستيراد ويحقق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الهدف الأسمى وهو التنمية المستدامة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج ملفات، والحديث عن المشاريع القومية وعلى رأسها مشاريع الاستزراع السمكي. نعود لدكتور عبد الحكيم. يعني هي الأفكار هي أساس كل شيء، يعني الأفكار الحديثة والمتطورة يمكن بنلاحظ في مزرعة الفيروز الميكنة، يعني واضح مستوى عالي من الميكنة. عايزين نعرف من حضرتك إيه الفرق ما بين المزارع السمكية الحالية الحديثة اللي هي موجودة واللي كانت موجودة من فترات مثلا في الثمانينات أو غيرها. تمام، خليني اقول لحضرتك ان النظم الاستزراع نفسها بقى فيها جديد. يعني كنت سعادتك جيت تسالني من 50 سنه وينفع ازرع اسماك في الصحراء؟ كنت اقول لك لا، ما ينفعش ازرع اسماك في الصحراء. النهارده لا، ده النهارده احنا بنؤيد وبنشجع والدوله نفسها بتدي رخص. يعني حضرتك لو عايز تعمل رخصه استزراع، رخصه مزرعه سمكيه في الصحراء، بتروح سعادتك تاخد رخصه بيها. الاستزراع التكاملي ده اللي هو بيستخدم فيه حضرتك الاسماك، وبتاخد الميه اللي طالعه من الحوض بتاع السمك نروي بيها النباتات. ايه الميزه؟ الميزه عندنا حضرتك ان السمك بياكل اعلاف بروتين بتاعها عالي. البروتين العالي ده حضرتك لما بيجي يخرج منه اكسكريشنز او الاخراجات بتاعت الاسماك بيطلع فيها نسبه امونيا ونترات وفوسفيت عاليه. على سبيل المثال لو سمك كل كيلو جرام واحد تقريبا من العلف، ممكن يطلع عندي في حدود 130 جرام من الامونيا والنترات والفوسفات، تقريبا 70 جرام من النترات و30 جرام من الامونيا والباقي ايه؟ فوسفات. طب حضرتك احنا كنا فلاحين جايين من ارياف، الفلاح بيحط ايه عنده في المزرعه؟ بيحط سماد الفوسفات وسماد اليوريا والسوبر. فحضرتك بتخصب بطريقه غير مباشره الارض، فدي طبعا بتوفر حضرتك يعني بتوفر كميه كبيره جدا 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 من المخصبات. ولما اتعملت التجربه بين نباتات بتاخد ميه عاديه ونبات بياخد الميه معاها المخرجات بتاعت الاسماك، لو ان في زياده من 20 ل 25% في النمو في الاسماك اللي ليها مجمع خضري كبير. هذا برضه عشان يبقى كلام واضح ومحدد، الاسماك اللي ليها النباتات ليها مجمع خضري كبير زاد فيها نمو من 20 ل 25%. فدي من المشاريع المهمه جدا 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 وبتنفذها في مصر على طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي ومصر اسكندريه الصحراوي. بقى في النهارده عشرات من المشاريع اللي شغاله على الاستزراع اللي بنسميه التكاملي. تمام. طيب نرجع دكتور بكير فيما يتعلق بالاستزراع السمكي المكثف، يعني هل هذا النوع من الاستزراع هو يعني مش كبير في الحقيقه، حدث عن شبه مكثف او السائد شبه مكثف، لكن هل هو بيحتاج تكنولوجيا جديده وحديثه؟ ده بيوصل في عندنا حاجه اسمها يعني مكثف عالي التكثيف، عندنا مكثف وعندنا عالي التكثيف، الاثنين دول كلهم بيتموا العالي التكثيف ده بيتم كمبيوترايز، يعني بيبقى في اوضه تحكم في الاحواض كلها
شفنا الكلام ده في تونس. الأوضة ديت انت قاعد بتراقب كل الأحراض، يعني في حساسات او سنسورز بتقيس البارامتر، لو الاكسجين ناقص في الحوض رقم كذا بيبدا الارم على الحوض ده، تمام، بحيث ان نطلع احنا يعني البدال اللي شغال بتاع التهويه او الحقن الاكسجين نزوده عشان الموضوع ده. وعلى التكثيف ده هو بس المخاطر بتاعته عليها، طبعا اموال كبيره بتحط، استثمارات ضخمه وكثافات عاليه من السمك، وبيبقى في اوضه تحكم للكلام ده، يعني التحكم عالي، كثافات عاليه من السمك، مخاطر عاليه، يعني لا قدر الله حصل حاجه بتبقى الخساره كبيره قوي. تمام، فكلهم بيفضلوا النظام اللي هو الاحواض العاديه. المشكله يعني مساله السبله يمكن اللي اثرها دكتور عبد الحكيم، هو الناس تبقى قلقانه، يعني احنا عايزين بس نعرف هو الكلام ده. الميديا في فتره معينه سوقت سوق السمك بالباطل، للاسف الشديد بالباطل. السبله اللي بتجي لنا ديت احنا بنعالجها قبل ما نحطها، تمام، ما بتتحطش اوتوماتيك كده. ايه الهدف منها؟ الهدف المعالجه دي، السبله دي بتاعتنا بتعمل لنا الفونه والفلوره اللي موجوده في الماء، اللي هو الغذاء الطبيعي ده اللي بيقلل لنا عمليه اضافه العلف، يعني بنحط غذاء طبيعي عن طريق السبله دي، وفي نفس الوقت بنضيف علف، عشان العلف غالي، بتوصل ب 8 جنيه الكيلو تقريبا، 8 ونص حتى. تمام، وصل النهارده 30% بروتين بتاع البلطي، بتاع الجمبري بيوصل النهارده 18000 جنيه طن، اظن الثاني ضعف ال كام ده، كان ده 8 الثاني 16 جنيه كيلو. يعني هي السبله بتتحط في قاع الاحواض الترابيه بعد ما تتجهز، بعد ما احنا بنجهز الاوضه بنحط الكلام ده، بعد ما نزود شويه ميه عشان يحصل التفاعل، وبعد كده بنزود الميه كميه قبل ما نحط. لكن تعلم حضرتك برضو ان السبله دي ربما يكون فيها بعض المبيدات، بعض يعني المواد الغير مرغوبه، هل بيتم التخلص؟ احنا بنعالجها بالشمس، والحقيقه عامله معانا شغل كويس، والسمك بتاعنا ده بيطلع بيتحلل لدرجه ان احنا السوق بتاعنا بيطلب السمك المزارع عشان عليه تحكم، متحكم غير السمك اللي في الطبيعه العاديه. انا ما اعرفش التلوث في الطبيعه العاديه شكله ايه، لكن عندنا ضامنين. ليه؟ لان انا لو انا سبت الاحواض بتاعتي يحصل فيها اي نوع من الخواص البيئه المائيه بتاعتها فسدت، الانتاج بتاعه مش ما فيش انتاج. تمام، فبقى انا يعني حريص ان انا الميه بتاعتي جوده الميه تكون على اعلى مستوى عشان تيجي انتاج كويس جدا. وبعدين السمكه اللي طالعه من الميه كويسه، التاجر نفسه بيبقى فاهمها، شايف السمكه بتلمع قدامه زي الفل. يعني لو في السمكه دي تعبانه وسريعه التلف بينزل لي السعر الاقرص. ليه؟ لان لازم تقعد عند الراجل بتاع التوزيع، منفذ التوزيع، على الاقل 3 ايام مبرده وليس متلجه، يعني الراجل يبيع اول يوم ويحط عليها تلج، وثاني يوم يحط عليها، وهكذا. تمام. طيب دكتور عبد الحكيم، يعني احنا شفنا في المشروع الفيروز ميكنه، واكيد طبعا ده مبني على ابحاث علميه ودراسات كثيره جدا، بنشوف في القطاع الزراعي فيما يتعلق مثلا بالقطن سلالات وانواع جديده، ويعني هل في مجال الاسماك خصوصا فيما يتعلق بالبلطي كسمكه يعني مطلوبه وشعبيه بشكل كبير جدا، ابحاث متعلقه بتطوير السلالات وانواع جديده، ويعني هل ده موجود بالفعل في هذا المجال؟ موجود ان شاء الله بالفعل. وحضرتك اتكلمت عن شقين، اتكلمت الاول على الشق بتاع الميكنه. خلينا نقول لحضرتك ان الرئيس لما كان بيفتح امبارح المزارع السمكيه، وصلت محاميه التكنولوجيا ان كان في اجهزه في قلب الميه بتحلل الاكسجين والحموضه، وبتدي انذار لاسلكي على الموبايل بتاع الشخص المراقب او المالك للمزرعه ان عندك مشكله، لو حصل فيها مشكله في 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 الاكسجين او في الامونيا او في او تبعت له رساله وتدي الارم على الموبايل. دكتور ده منتج مصري يعني انا مش عايز اقول اسم الشركه، بس هي شركه مصريه خالصه، يعني بدايه من البرمجه لحد الانتاج، لحد ما تم تنفيذها على مستوى الكوميرشال والتجاري، وعامله نجاحات كويسه جدا. ده سعادتك بالنسبه دي حاجه واحده بس. بنتكلم بقى دلوقتي عن البدلات، طبعا هنتكلم على المحائن، بنتكلم على كمان الحاجات الميكانيكيه الصغيره اللي بتتم في المواسير. لا، الموضوع المكان او موضوع التكنولوجيا في الاسماك ماشي بمعدل عالي جدا، ماشي بمعدل عالي جدا. فبالنسبه لموضوع التحسين الوراثي، يعني مصر مثلا حاليا بقى فيه البولت الاحمر ده من كام سنه، بحري، البولت الاحمر بحري، هو مش بيتعامل هو في فرق بين سعادتك سمكه القاروص دي سمكه بحريه، سمكه اللوت سمكه بحريه، الدنيس سمكه بحريه، تمام. البولتي ده بولتي بيعيش في النيل، لكن لو البولتي قدر يستحمل درجه الملوحه
يبقى ده اسم اللي هو زي البوت الاحمر، فهو سمكه نيليه لكن تستحمل البلوحه وبتنمو فيها بتعيش. بس يقال ان معظم يعني ان في الاصل الاسماك الاسماك المياه العذبه هي في الاصل اسماك بحار وانتقلت الى الانهار. يعني دي حضرتك زي حضرتك بتتكلم على عشرات الالاف من انواع من الاسماك. تمام. ويمكن الابحاث بتاعه اللي هي بيسموها التاريخ دي او اصول كل نوع من السبيشيز او كلاسيفيكيشن دي ابحاث معقده جدا، لكن احنا نقدر نتعامل على ارض الواقع ان احنا عندنا في مصر بولت نيلي موجود. بولت نيلي طبعا بولت نيلي حضرتك معانا من محفور على الجدران بتاع المعادن. الشبار هل الشبار ده ما هو يعني هو بولت نيلي هو الشبار مربوط فني مرسوم على المعابد بتاعتنا بتاعت الفراعنه. وبالمناسبه مش مرسوم على المعابد بتاعت الفراعنه كصيد، لا ده محطوط على الجدران المعابد بتاعت الفراعنه كتربيه كاحواض. يعني كانوا حاطين بيربوا بيستزرعوا اسماك البلطي من ايام الايام الفراعنه. تمام. طيب اسمحوا لنا نضيف معلومات الى ما ذكرنا من خلال تقرير عبد الزميل هادي سلامه، ثم نعود في هذه الحلقه من برنامج ملفات. تعتبر الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كما تعتبر مصدرا هاما من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية. لذا تعكف الجهود البحثية للعمل على نقاء وزيادة الثروة السمكية. مصر الأولى في قارة أفريقيا في فكرة الاستزراع السمكي. احنا لو من زمان اساسا فكره ابتدت في جمهوريه مصر العربيه، وبدات الدول المحيطه تاخد هذا النموذج بتاع الاستزراع السمكي. في الاستزراع السمكي بيمثل 80% من الانتاج بتاعنا. احنا وصلنا من 1.9 مليون طن او 2 مليون طن، وبيمثل 80% ان شاء الله بامر الله تعالى زي ما قال معالي الوزير في خلال سنتين ثلاثه هنقدر نكتفي زي ما اكتفينا باللحوم البيضاء وبيض المائده، وبنصدر دلوقتي بيض مائده وبنصدر دواجن، وان شاء الله بامر الله تعالى هنكتفي باذن الله تعالى من موضوع اللحوم الاسماك ان شاء الله، بحيث ان يسدوا الفجوه زي ما قلنا سواء كان الفراخ او السمك يسدوا الفجوه اللي موجوده بالنسبه للحوم البيض الحمراء. عشان ادخل اي مزرعه واطبق فيها اشتراطات الامن الحيوي لازم يلزمني 3 أو 4 نقاط هامه جدا. نمره 1 امن طبيعي، ودي هنشرحها بالتفصيل. نمره 2 3 خطط، خطة للتدريب، خطة للوقاية، خطة للطوارئ، ورابع حاجة أو ثالث حاجة وهي أهم حاجة إدارة مستدامة. لما أجي أتكلم على الأمن الطبيعي هقول إن أنا باخد الخطوات من أول باب المزرعة. باب المزرعة لازم بيبقى عليه سجلات تسجل الزائرين والقصد من الزيارة، تسجل الـ 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 الطوارئ، أي طارئ أو أي حدوث وفيات أو أي أمراض بتحدث في الـ الـ الأسماك، وكيفية التعامل مع هذه الطوارئ أو الأمراض اللي بتظهر. وهكذا فإن الثروة السمكية تؤدي دورا هاما في سد الفجوة الغذائية وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية ودعم الاقتصاد الوطني.
أعزائي المشاهدين، الحديث عن المشروعات القومية الكبيرة التي تستهدف بالأساس المواطن المصري أخذنا للحديث أيضا عن مسألة في غاية الأهمية وهي مبادرة حياة كريمة التي تستهدف يعني المواطنين من ذوي الدخل المحدود. هذه المبادرة كان لها تأثير كبير جدا، مرتبطة في الحقيقة ببعض المشروعات القومية الكبيرة، نحب نتكلم عنها بالتفصيل في هذه الحلقة من برنامج ملفات. ومعنا عبر الهاتف دكتور مصطفى زمزم رئيس إحدى الجمعيات الأهلية. دكتور مصطفى مساء الخير. عايزين نعرف من حضرتك تطورات مبادرة حياة كريمة، وهل هي بتغطي كافة المحافظات، وأي المراحل وصلت هذه المبادرة؟ الحقيقة خليني أول أسمم الجهود اللي أطلقها السيد الرئيس من أول 2019، وهي الحقيقة كان فيها حشد ودعوة لجميع قطاعات المجتمع من أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية تطوير الريف المصري. وبدأ فعلا وزارة التضامن والتخطيط ووزارة المالية وبعض الوزارات في التنفيذ مع أكثر من 145 قرية، ودي نعتبر كانت مرحلة تمهيدية في مبادرة حياة كريمة. لكن الآن بعد إطلاق السيد الرئيس للمبادرة بشكل أوسع وأشمل، فهي تضم الآن 1500 قرية، وهم القرى الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية. والحقيقة المبادرة تمتد ل 4500 قرية بشكل كامل، وكل التوابع والعزب والنقوع والقصور التابعة للقرى الأم أو القرى الرئيسية، ودول بيتعدوا أكثر من 60,000 تابع أو عزبة صغيرة، وده الحقيقة بتحتاج خدمات وبتحتاج. طب دكتور مصطفى، عايزين بس نعرف من حضرتك، هل هناك علاقة ما بين المبادرة مبادرة حياة كريمة وما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تطوير 1500 قرية مصرية خلال الثلاث سنوات؟ هو يفندم نفس المشروع، ولكن هو السيد الرئيس عمل تطوير وتوسع كبير في مشروع حياة كريمة، بدلا من فكرة السكن الكريم فقط أو بعض المشروعات البنية الأساسية والتحتية. هنا في الإطلاق الجديد للمبادرة أصبح الموضوع أشمل وأعم، بعد على سبيل المثال مشروع زي مشروع الكهرباء في الريف المصري، كلها كانت مشاكل كبيرة بتقابل المواطنين في بعض المناطق الريفية، فهيحصل رفع كل خطوط الكهرباء ودفنها في تحت الأرض، مشروع إحلال وتجديد مياه الشرب، صرف صحي في تلك القرى، لا يوجد مشاريع صرف صحي كما تعلم. هناك أيضا مشروعات كثيرة زي تطوير الوحدات الصحية أو إنشاء لبعض القرى التي لم يجد بها وحدات صحية، إنشاء بعض مراكز الشباب أو تطوير الموجود بالفعل، إحلال لشبكة الاتصالات بالكامل في 1500 قرية، وده مشروع ضخم جدا. يعني النهاردة حتى لو بنتكلم على مشروع بس تطوير للشبكة الكهربائية في 1500 قرية، بنتكلم من 65 مليار ل 70 مليار جنيه في بند واحد فقط. نعم. فراحت بتتكلم بدل ما كان تم تخصيص 13 مليار للمرحلة الأولى من الحكاية دي، احنا بنتكلم النهارده على 1500 قرية، تخصيص المبلغ ما يقرب من 500 مليار جنيه. نعم. طب دكتور مصطفى، هو معروف يعني مشروع حياة كريمة أو مبادرة حياة كريمة هي مشروع قومي من مشروعات الدولة، لكن عايزين نعرف من حضرتك دور الجمعيات الأهلية، يعني ما هو دور الجمعيات الأهلية فيما يتعلق بهذه المبادرة؟ خليني أقول لحضرتك بشكل مباشر، الجمعيات الأهلية شريك رئيسي مع دور الدولة ومع القطاع الخاص ومع كل الداعمين لهذا المشروع. يمكن كان السيد الرئيس بيطلب اليوم في الاحتفال بالعيد الشرطة ان كل الجهات في الدولة والشباب وابناء القرى يساهموا ويساعدوا في التطوير، وطلب المجتمع المدني يكون شريك ايضا رئيسي. المجتمع المدني بيقوم بثلاث ادوار رئيسية، هو تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي ودعم المشروع بشباب متطوعين وبقدرات بشرية كفء لتنفيذ كل الخطط المطلوبة من وزارة التضامن. طبعا التنسيق في الاول في بداية هذا المشروع مع المجتمع المدني بيكون من خلال وزارة التضامن، وبيحصل إنشاء لبعض المشاريع زي سكن كريم التي أهلكت أو بعض الأسقف غير موجودة، ما فيهاش مية، ما فيهاش كهرباء، ما فيهاش وصلات صرف صحي. جميع الوصلات الداخلية أو إنشاء المنازل أو ترميمها أو عدد البناء والهدم بيكون دور المجتمع المدني. أيضا تمكين اقتصادي بمعنى توفير مشروعات تنموية صغيرة كرؤوس الماشية، مشروعات سكات النول للحرير، بيحصل مجمعات حرفية وتراثية لبعض الانتاج او بعض الخامات اللي يمكن اندثرت بشكل كبير في بعض القرى، هنعيد احياء كل المشروعات والخدمات التنمويه داخل القرى من خلال الجمعيات الاهليه القاعديه او الجمعيات الاهليه الكبيره، وده باشراف وتوثيق مباشر من وزاره التضامن.
والحقيقه حصل تجربه كبيره جدا في 145 قريه الاولين، وكان في نسبه نجاح عاليه، وكان في انتاج بشكل مباشر من كل اهالينا، وده كمان بيحد الانتشار من الاهالي من الريف للحضر. وبعدين ما نقدرش نقول كل فتره ان بدا بعض المواطنين بيبداوا يسكنوا في مناطق عشوائيه، فمحتاجين نهد المناطق العشوائيه ونبني لهم سكن كريم زي ما حصل في الاسمرات او غاب العنب. وبالتالي ضخ هذه الاستثمارات والاموال الضخمه في القرى المصريه هو تمكين واستمرار اهالينا في قراهم واحياء الريف المصري ومعيشتهم معيشه كريمه، والقضاء على ظاهره الهجره من الريف للحضر عشان خاطر نقضي على المناطق العشوائيه الجديده اللي بتظهر سواء في اسكندريه او القاهره او في. تمام. دكتور مصطفى، انا عايز اسالك على سؤال يعني فيما يتعلق بمساله التوثيق يعني والتسجيل. يعني طبعا ده مشروع قومي ان شاء الله يكتب له نجاح، دايما الدول بتتباهى بتجاربها، يعني هل هناك توثيق لمشروع حياه كريمه وتسجيل لما تم فيه من احداث؟ الحقيقه كلام حضرتك مظبوط جدا، ودي مرحله يمكن كمان السيد الرئيس كان بياكد عليها مع دوله رئيس الوزراء، ان يكون في توثيق كامل لكل المشروع. المشروع هو من اضخم المشاريع القوميه اللي هتحدث في الثلاث سنوات القادمه او بدايتها من الان يعني. فالحقيقه تم تكليف بعض الوزارات المعنيه سواء بالتنسيق المباشر في كل المراحل اللي هيتم العمل فيها، وايضا في كمان استكمال المنظومه بشكل الكتروني من خلال وزاره التخطيط، يكون في برامج بيسجل فيها كل التدخلات بتوثيق الكتروني بتوثيق مصور ومدقق جدا بشكل مستمر ان شاء الله. يعني نتمنى ان شاء الله النجاح لهذا المشروع، نتمنى ان يكون بدايه حتى لمشروعات كثيره جدا ترفع من مستوى المواطن المصري في اعماق الريف واعماق القرى. اشكر ضيفي عبر الهاتف دكتور مصطفى زنزم رئيس احدى الجمعيات الاهليه. اعود الى موضوعنا الرئيسي، ربما يبدو دخولنا في موضوع تاني مختلف ان هو موضوع تاني، لكن في الحقيقه هو موضوع مرتبط باللي احنا بنتكلم عليه. يمكن دكتور عبد الحكيم تحدث عن الاستزراع السمكي اللي كان بيقوم بالفراعنه حسب هو مرسوم، يعني عايزين نعرف من حضرتك إذا كان هذا الموضوع يصلح للمواطن العادي، هل بالفعل من الممكن أن يكون هناك نوع من الاستزراع السمكي أو مشاريع الاستزراع السمكي للمواطن الفرد أو حتى المجموعة من المواطنين في القرى والنجوع والأرياف وغيرها من الأماكن؟ أنا من أبناء هيئة الثروة السمكية، عامل نشرة كاملة على الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. تمام. الموضوع الأكوبونكس والهيدروبونكس. تمام. في الجناين الخلفيه او الحدائق الخلفيه. هو يمكن بس مش متبقي من وقت البرنامج وقت كبير يا دكتور. بس السؤال، هل ده فعلا وارد ان يتم؟ وفي مشاريع تبع جهات اجنبيه طلبت اربع مشاريع من المواضيع بتاع الاكوبونكس ده، وانا تقدمت بيها، بيعملوها في المينيا للموضوع الحياه الكريمه والناس الفقراء. تمام. كلمة أخيرة برضو دكتور عبد الحكيم، يعني فيما يتعلق بالمستقبل، فيما يتعلق بالاستزراع السمك، وحضرتك برضو أهل خبرة مع دكتور بكير، إيه المطلوب في المستقبل في عجالة؟ يعني عجالة، أنا محتاج تشريع لتعديل القانون بتاع الأسماك، الاستزراع السمك في مصر. الموضوع إن إحنا ما نزرعش مية في النيل، أو إن إحنا نقصر استزراع السمك عاملها الصرف الزراعي، دي عاملة لنا أزمة في موضوع التصدير جامدة، وحرمانا من النيل بأفرعه وبحجبه ومساحته من أسوان لإسكندرية. أتمنى بإذن الله تعالى في قريب نحل المشكلة دي بحيث إن إحنا نشوف موضوع التصدير بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، نتمنى إن شاء الله. هي كلمة أخيرة اتفضل حضرتك. متعلقة باللي قال بيه الأستاذنا، الخطة الجديدة خاصة بالثروة السمكية والتشريعات الجديدة والتلافي السلبيات اللي حصل في القانون القديم، مقدمة المجلس الشعبي الدورة دي، وإن شاء الله فيها كل السلبيات اللي فاتت دي شلناها، وإن شاء الله وافقوا على المقترحات الجديدة إن شاء الله. نتمنى بإذن الله تعالى أن يكون الغد مشرق بإذن الله تعالى لكل أبناء مصر. لكن انتهت هذه الحلقة من برنامج ملفات. في الختام أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو، الأستاذ الدكتور عبد الحكيم إبراهيم، الأستاذ المساعد ومدير وحدة بحوث الأسماك بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، وأيضا أشكر ضيفي الأستاذ الدكتور محمد بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية. شكرا جزيلا. وأشكر أيضا ضيفي عبر الهاتف دكتور مصطفى زمزم رئيس إحدى الجمعيات الأهلية. شكرا جزيلا. وأشكر أيضا مشاهدينا الكرام في كل مكان، نتمنى أن نكون قد أفدناكم بهذه المعلومات. نتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن تكون هذه المشروعات بداية رفعة وخير لمصر وللمواطن المصري. في الختام لكم منا التحية، وإلى لقاء قريب.